الحكمة من مشروعية الصيام؟ حكمة من مشروعية الصيام، فالصيام فيه حكم عظيمة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير، فالصائم يكتسب التقوى والصيام يجلب التقوى للعبد، لأنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات، وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء ويبتعد عنه الشيطان إلى غير ذلك، وبهذا تحصل له التقوى، وهي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. فهذا من أعظم المزايا، أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي جماع الخير، وهي أم البر، وهي التي علق الله عليها خيرات كثيرة، وكرر الأمر بها في كتابه، وأثنى على أهلها، ووعد عليها بالخير الكثير، وأخبر أنه يحب المتقين. ومن فوائد الصيام أنه كما ذكرنا يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنه ترك شهوته، الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا فيه امتحان للصائم بأنه ترك شهواته وملذاته ومحبوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا أبلغ أنواع التعبد. هذا من فوائد أو من أعظم فوائد الصيام. وكذلك الصيام يعود الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء، لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العطش فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين. نعم، شكر الله لكم. وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، لأنه عاش في المدينة 10 سنوات، والصيام فرض في السنة الثانية منها، فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات. نعم.